لأول مرة في مصر أنت وبس. مبسوطة جدا ان انت وبس معايا النهارده في يوم زي ده. انا بالنسبه لي الايفنت انا نازله فيه سبونسر وحاجه طبعا حلوه جدا بالنسبه لي ان ده اول حاجه انا اعملها يعني اول حاجه انزل فيها باسمي. طبعا عملت حاجات كتير قبل كده بس دي اول حاجه كبيره ان انا اعملها، وطبعا كان ريسك شويه عليا، كنت قلقانه شويه بس الحمد لله لا الدنيا تمام وعدت على خير والايفنت حلو جدا. ومعايا طبعا احمد عبد الله فاشن شو، ومعايا رشا خلف خبيرة التجميل لكل العرايس. الديكور انا اشتغلت عليه النهارده عشان احنا قعدنا وشفنا الموضوع هيكون ايه، وعرفنا انه وقلنا ان هو فاشن شو طبعا هيختلف شويه عن الافراح، او هو معرض عن الافراح، فقلنا هنعمل حاجه مختلفه شويه تضم ان هي فاشن شو وتضم افراح مع بعض. عملنا الوان جديده، الوان مختلفه، بعدنا خالص عن الالوان البيضاء اللي هي اصلا لون الفرح، عملنا حاجات سودة حاجات ذهبي عشان نحس ان احنا مختلفين شوية. intubus.com رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري.